السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في النشرة الرياضية. نجح فريق النادي الأهلي في تجاوز منافسيه المحرق بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ليعزز بهذا الفوز صدارته لدوري الدرجة الأولى البحرينية لكرة الطائرة، بعد أن رفع رصيده إلى 15 نقطة في حين ظل المحرق عند نقاطه الخمسة. الأهلي تفوق في الشوط الأول بواقع 25 نقطة مقابل 23 قبل أن يعادل المحرق النتيجة في الشوط الثاني بالتفوق ب 25 نقطة مقابل 19. بعدها أنهى الأهلي الشوطين الثالث والرابع لصالحه بواقع 25 نقطة مقابل 22 و 25 نقطة مقابل 23 نقطة. وصل فريق المنامة صحوته بعد أن حقق فوزه الثاني على التوالي بتغلبه على فريق لبستين بهدفين دون مقابل في الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى البحريني لكرة القدم. ثنائية فريق المنامة تكفل بتسجيلها محمود عبد الرحمن والمحترف البرازيلي دييغو، يرفع الفريق رصيده إلى 6 نقاط فيما تلقى لبستين خسارته الثالثة على التوالي ليواصل تراجعه ويبتعد بفارق 5 نقاط عن الحد الذي ضمن صدارته لمرحلة الذهاب في الدوري البحريني. في لقاء آخر تألق حارس الحالة إياد ناصر وساهم بشكل كبير في خروج فريقه متعادلا من دون أهداف في مباراة أمام الملكية، يرتفع رصيد الملكية إلى 10 نقاط في المركز السابع متقدما بفريق الأهداف عن الرفاع صاحب المركز الثامن، فيما جاء الحالة في المركز التاسع ب7 نقاط. وخطف فريق المحرق فوزا ثمينا على سترة بهدف دون مقابل ليصعد المحرق لوصافة الترتيب ب13 نقطة، فيما توقف رصيد سترة عند 11 نقطة في المركز الخامس.